His name is Sheikh Mohammed Al-Hassan Weld Eddedo. Hailing from the land of Mauritania, I had the absolute honor and privilege to sit with him in Sydney, Australia, to ask him some of the questions that Muslims in the West are struggling to answer. I was left in awe, and this is one interview that I'll never forget. To give you an insight of his caliber, this is him narrating a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, mentioning every single person in the chain of narration between him and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. حدثني جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن أخيه الشمس العلقمي عن الجلال السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن الحسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن برديزبة البخاري قال في صحيحه حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. Remarkable.